السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبي ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على وين حافظ الدراجي وين يرد بطريقة ذكية يعني ومحترفة على ماجر، على ماجر الذي قال بأن سنوات وسنوات سوف لا نفوز، ننتظر سنوات وسنوات. راك ربي راك تكتبها انت، يا راك ربي محرز العام الجاي يربدها، محرز العام الجاي يربدها يا ولد الناكرة، يا الناكرة انت ما تمثلنيش. انا واحد من انا نضمن روحي كجزائري، ماجر هذا ما يمثلنيش كاع، خلاص. ايوا وين ما وين حافظ الدراجي، برافو رياض، متعتنا وأسعدتنا ولا تزال ستبقى فخرنا ومفخرتنا، وسنبقى إلى جانبك نساندك ونقف معك عندما تخسر أكثر مما نقف معك ونصفق لك عندما تفوز. أنا مع رياض محرز، تشيلسي كل كان الأفضل وفريقك كله لم يكن في المستوى اليوم، وهكذا هي أحكام الكرة. غدا يوم آخر ستخسر مرة أخرى، لكنك لن تنهزم بل ستفوز بها يوما، لأنك تستحق ذلك يا رياض محرز. يعني وين شو كيفاش يجي يهدر لك هدرة مكاش كاع، غادي يفوز ويانا ننتظروا سنوات وسنوات. انت شكون ماجر؟ انت شكون برحمة بابك كي تجي تقول لي بلي ننتظر سنوات وسنوات؟ انت شكون؟ انت ربي انت اللي تكتبها، انت اللي تكتبها، لا ما تحشمش على روحك على وهذيك الشروق. بس تعيطولو تناكر على كرة القدم على الجزائر يا ماجر، انت ناكرة يا ماجر. انتوما هما الجليد تاع اللعابة تاع الجزائر، انتوما هما الجليد. روقينا الله يفتح عليك، انا نقولها لك روقينا خير لك اودي، وما تشوف الربح، والله ما تشوف الربح اودي. اودي وجابك الطفل الصغير اود عمي، واش وانت تقيم، انت تقيم اللعابة، انت راك تقيم ليامي تبغي الله العظيم. ما تشوف والله ماك شايف الربح، شوف كيفاش يهدر، شوف يشوفوا بنادم، شوف شوف اسمعوا شو اسمع اسمعوا شو. النجم الجزائري رياض محرز تألق قبل ذلك في ربع النهائي أمام بوروسيا دورتموند، تألق أيضا مع البي اس جي، وكان له الفضل الكامل الكبير في التأهل إلى المباراة النهائية. إذا طلبت منك تقييم شامل عام لمستوى رياض محرز في هذه المواجهة. والله شوف ما نحبش نقيم يعني مستوى اللاعب محرز، أنت عارف لما الفريق يخسر يعني صعب جدا، كل لاعب يعني يعطي يعني بناليز لوجيك. احنا حزنانين كجزائريين، يعني كانت فرصه كما قلت لك لمحرز باش يسجل اهداف وباش ايضا فريقه يتالق وايضا يخوض في هذه الكاس هذه، ولكن كل جزائريين يعني كانوا امام الشاشه يعني وهم حزنانين. وانا كما قلت لك مره اخرى انا اسف جدا لمحرز، يعني بعد 64 سنه يعني 64 سنه كنت اتمنى يفوز بها محرز، وفي السنوات المقبله لاعبين اخرين ان شاء الله يلعبوا في الانديه الاوروبيه ويفوزوا بالتشامبيونز. قال لهم انتظروا سنوات وسنوات، سوف ننتظر سنوات وسنوات. نهار اللي تموت انت ما تكونش كاين نتايا، رحمه ربي نهار اللي ما تكونش كاين نتايا احنا نفوزوا. نهار اللي تروحوا نتوما البوله تنجح، كلش ينجح في الجزائر. ناكر هذو الناس هذو، والله لا تكرههم، مش ما تنجمش تسمعهم هذو. ناودي قلت لكم، انا قلت لكم ناود، انا كي شفت هذا يتبع في محرز عرفت باللي الربح قليل،
كي شتو يشكر فيه عرفتها بلي يا ودي احفر 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 عرفتها بلي يا ودي فشك والله لا عرفتها والله لو كنت عارفها ودي الناس اللي شافوا والله لو كنت عارفها انا وليت نقول له يا ماجر خايف منك غير انت والله لو قلت له والله لو قلت له راني خايف منك غير انت برك ما خايف انت واحد ما خايف من هذاك توماس هذاك الالماني هذاك لونترينر ما خايف من لعابه خايف من محرز قلت لك خايف من ماجر كي ولا يشكر في محرز هاكا حاجه هاكا راني نجربهم هذو الناس هذو الناس كي يبغوا حاجه للجزائر الجزائر ما تشوفش الناجح هذو خاطر على يبغوا رواحهم هذو علفة تاع دراهم يبغوا رواحهم برك هذا ممكن اعطيه الدراهم اعطيه السوالده هذو مي ولاو يدوا في الدراهم قال لك غادي نربحوا النهار اللي قال لك غادي نربحوا خسرنا نهار زومبيا 10 سنين ما خسرناش انا بالجزائر النهار اللي ماجر قال لهم غدوه ان شاء الله نربحوا كونت زومبيا خسرنا خسرنا 1-0 هاي جي هذا إضافة كبيرة للجزائر وللفريق الوطني وعن أول لقاء له مع اللاعبين المنتخب الملتحقين بمركز الفني الوطني بسيدي موسى تحسبا للقاءات الودية الثلاثة أمام موريتانيا يعني بالملعب الشهيد تشاكر والمالي كذلك في الملعب الشهيد تشاكر وفي تونس أمام تونس أكد شرف الدين عمارة أنه استغل الفرصة لكي يحفز ويشجع أسماء الحاضرة وقال في هذا الصدد اللقاء مع اللاعبين المنتخب الوطني كان عادي وفي جو هادئ اختتم قائلا فيما يتعلق باللقاء مع المنتخب الوطني جمال الماضي كان الحديث حول ظروف تحضيرات المنتخب الوطني وما بيهم الخوض وكذلك استحقاقات القادمة سواء كانت مقابلات ودية أو تأهيلية حنا ان شاء الله بلي عرفتوا كيفاش وين يتبع يعني يتبع في اللعاب اللي غادي يلعب اللي يلعب الشامبيونز ليغ يتبع في يعني هذو هما الناس اللي باغي يخدموا نعاودوا نولوا نكلموا على رياض محرز رياض محرز يعني رغم ان شاهدنا كيفاش التشويش شاهدنا التشويش اللي داروه له في الـ في الـ في الـ قبل المباراه وين قال لك بلي غادي يروح ما يروحش من هنا انا ما تهمناش انا تهمني رياض محرز غادي يلعب وصايك انا حاجه اللي همتني محرز وين ما يروح كاينه بلاصته الناس اللي خايفه محرز 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 وين ما يروح يلعب وكاينه بلاصته ويسمر بلاصته باي بكل سهوله محرز يسمر بلاصته بكل سهوله وين ما يروح النادي اللي يروح له يربد علامه النادي اللي يروح له يربد علامه يعني بكل سهوله ماهيش نقولوا بلي صعبه صعبه ولا لا ما نخافوش على رياض محرز المكانه تاعو ماشي قضيه تاع وما قال لك اللي قال لك راح نبدل الاعلام تاع 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 فلسطين رايحين يهلكوا هي هذا راه النجم هذا على بالك البد على بالك الصوره تاع رياض محرز على بالك شحال شافوها ما بالكش 500 مليون ناس ما شافتها سي محمد 500 مليون يا سي محمد اي قولها غير فمها 500 مليون خشتي الناس في المقاهي عبر العالم في فرنسا في الجزائر في الانجليز في اسبانيا في وين ما كاين جزائري في الامريكان وين ما كاين جزائريين محرز قلبها لها والديها محرز قلبها ناس قلبتها سي محمد غادي نقولوا بلي رياض محرز واش راه يقدم يعني قدم خدمه كبيره للمقاومه الفلسطينيه خدمه كبيره 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 قدمها يعني رساله كبيره مدها على ذلك نقولوا بلي ودي رياض محرز الناس هذيك الصحيفه كيفاش اليوم خرجت دار كيفاش البارح في الليل دارتها علاه دارتها البارح في الليل علاه دارتها كيفه واحد لازم يسقسي روحه واحد يطرح سؤال على روحه صح حنا راه عندنا الحظر ان نطرحوا في سؤال عليكم علاش داروا هذا المشكله ماشي مشكله هو تعنقل نورمال انا عارف بلي رياض محرز يروح يلعب يا ودي وين ما يحط كراعو يلعب انا المهم رياض محرز يا ابن الجزائر لقد شرفت الجزائر
شربت الراية الشهداء، لقد شربت حاجة اللي كنا باغيينها راك ديرها انت محرز. الكل سعيد برياض محرز، الكل أصبح سعيد برياض محرز. هذه هي هذه الحاجة اللي المليحة، هذه كنا نحوسوا عليها. الكل سعيد برياض محرز، هذه إن شاء الله بربي رياض محرز. كما يقول لك اللعاب اللي غادي نشوفوه المواسم الآتية هذه 3 سنين ولا 4 سنين غادي نشوفوه يحطم أرقام. رياض محرز وين ما يروح يرفد وربي معاه، لا خوف على رياض محرز، لا خوف على رياض محرز. هذه اللي نقول أنايا، ما نخافش على رياض.